لا ايوه كده تمام يا ريس، خليها تحت. لا خليها تحت عادي، انا مش شغال معاك. افتح كده وهي تحت عادي. لا لا استنى استنى. فين البرشامة؟ افتحها كده نظفها، نظفها زي ما انت تحت، زي ما انت تحت. هات منديل يا محمد، محمد هات منديل. مش هات دي يا ريس، منديل يا محمد. اهي يا ريس، تمام اهي طلعت اهي. ماشي معاك. ودي مش حالة واحدة على فكرة، كذا حالة. كذا حالة. دي مشكلة على الشيك نفسه. طب يعني المكان، معلش، العلبه اللي انت جبتي منها ما طلعتش مجموعه ده مجموعه كويس. وقفنا على طول وركناها. تمام تمام. كنا اسحب معلش واحد، كنا ناخد على الكنبه بالظبط. تمام. ولا شيء اسمه ولا حاجه؟ لا عليه اسم، هيك اسم المنتج. لا مش المنتج. لا بس خلاص دي نفسها. معلش تمام خلاص. تمام خلاص عليها راس ناس. حطها لي جوه العلبه اهي. بس البرشامة دي بتاعت ايه بقى؟ ما نعرفش البرشامة بتاع ايه؟ محدش عارف. بعتنا بس كده؟ بس حلل ونشوف. بس حلل بقى.